شكل الجدل الدائر حول رفع سقف الدين الفيدرالي وفرص الديمقراطيين والجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي أبرز موضوعين استأثرا باهتمام الصحف الأمريكية الصادرة اليوم. فقد كتبت صحيفة دهيل أن كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يتوقعون أنهم سيحصلون على دعم كاف من زملائهم للمساعدة في دفع صفقة سقف الدين الفيدرالي إلى الأمام، مشيرة إلى أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل يحاول المضي قدما في إقناع حزبه بفائدة هذا الاتفاق. ومن جهتها كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أنه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 أصبح الجمهوريون الآن في وضع قوي، على الرغم من أن الديمقراطيين يتمتعون بامتيازات في مجالات معينة من السياسة الأمريكية. وتؤكد الصحيفة التي تستند إلى استطلاع أجرته لتوها أن الناخبين يقتربون من عام الانتخابات بمزاج سيء وتشاؤم تجاه الاقتصاد، مشيرة إلى أن الدراسة تكشف عن بوادر خطر على الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه للدفاع عن أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب والشيوخ.